صباح الخير وأهلا بكم. وسط أجواء تفاؤلية بقرب الفرج في تشكيل الحكومة، ركزت معظم الصحف على موضوع قانون الانتخابات وما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستجري وفق قانون جديد أم على أساس قانون 60 المعتمد حتى الآن. هذان العنوانان وسواهما سأتابعهما اليوم مع ضيفي النائب الدكتور فادي كرام، عضو كتلة القوات اللبنانية. صباح الخير دكتور كرم. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. بداية الحلقة مع كاريكاتير أرماح حمص بجريدة النهار تحت عنوان تأليف الحكومة، رسم يدين تفكك وتركب بمكعب الألوان مع تعليق أحجية الألوان. يمكن أرماح حمص أراد أن يعكس هذه الصورة لمسار تأليف الحكومة، ولكن بشكل عام المانشات اليوم تميل إلى التفاؤل. جو القوات اللبنانية إلى أي من القراءتين أقرب؟ من الأساس وحتى مستمرة القوات اللبنانية متفائلة بتركيبة الحكومة وبتأليف الحكومة، ومتفائلة بانطلاق العهد مع كل العرقلة اللي ممكن عم تنطرح من وقت إلى آخر، ولكن بنعتبر أنه بعد ضمن المنطق وضمن المعقول. طبعا كنا بنتمنى انها تكون انطلاقه اسرع وتكون انطلاقه اسهل، ولكن هذا لبنان وهذه مسائل لبنان تبرز بعض العراقيل السياسيه اللي هي مش عراقيل حقائب، عراقيل سياسيه وبعض الشروط السياسيه اللي عم بيجرب بعض الافرقاء انه يوضعوها على العهد الجديد وعلى رئيس الحكومه الجديد وعلى الحكومه، لأنه قادمين على فترة من التطورات اللي كتير مهمة بلبنان. طبعا هي بداية عهد، ولكن يبدأ العهد فعليا اليوم، ولكن في انتخابات نيابية بعد كم شهر، وبتعرفي كل أفريقاء عم تعمل حساباتها لبعد كم شهر كيف بتكون الأمور. ومن هالمنطلق الضغوطات كانت صحيح كبيرة، ولكن بعدنا ضمن الفترة اللي كتير معقولة. نعم. ونحن متفائلين انه بالنهايه لن يستطيع المعرقل انه يتمادى كثير بعمليه عرقلته. متى برايك بتنتهي الفتره المقبوله؟ يعني اليوم سيد الهام فريحه سالت هل يدرك المعرقلون ان الصدمه الايجابيه اللي تحققت جراء الانتخابات الرئاسيه تكاد ان تتلاشى وان الناس بداوا يعودون الى الاحباط؟ يعني متى بتقديرك تنتهي فترة السماح إذا بدي أنا سمين. ما كتير بوافق أنه بدأنا بإحباط، بالعكس يعني بعتبر أنه الجو التفاؤلي بعده موجود وسيكبر، وهيدي كرة ثلج. يعني الجو التفاؤلي رح نشوفه أكثر وأكثر عم يتطور مع الوقت، خاصة أنه أنا بعتقد صرنا بالمراحل الأخيرة لموضوع تأليف الحكومة. يعني صرنا بمكان ما بقى يقدر المعرقل، ما بقى عنده حجج المعرقل. مين المعرقل اليوم؟ أنا معروف، يعني بدون ما فوت بتسميات كتير معروف كيف عم تنطرح الأمور ومين اللي عم بيأخر عملية تأليف الحكومة، وإن كان عم يتحجج ببعض الأسباب، إن كان عم رئيس تري يعني تسمعي كل يوم. خلينا نحكي بالإعلام، يعني نعم. الأقلام، خلينا نحكي على الأقلام، ومعروف من الأقلام وإلى من تنتمي وقريبة لمن تتكلم باسم من. خلينا نحكي بهالأقلام هيدي بما أنه معتمدين على الأقلام. فبين واضح أنه عم خلص، يعني حججهم عم تنتهي. نعم. ما بقى عندهم حجج، انتقلوا من مكان الى اخر، صوبوا هون هلا بتحسيهم عندهم هيك نوع من جنون هيك شوي بعمليه انتقاء الاسباب، يعني شوي بيضربوا هون شوي بيضربوا هون، مش عم بيعرفوا وين بدهم يضربوا، لحتى الحقيقه مش لا ياخذوا لا قصه حصص ولا قصه حقائب، هي كل قصه فرض شروط سياسيه على العهد الجديد. إذا كنت تقصد بكلامك مواقف الرئيس نبيه بري. لا أنا مش عم بقصد الرئيس بري بالذات. نعم. لا. الثنائية الشيعية. رئيس بري بيقدر يظهر بعض الأمور. نعم. لأنه رئيس بري يعني عنده قدرة على أنه يظهر مشاكل كل فريق ويحطها على العلن. وامبارح كان واضح، يعني كلامه كان كتير إيجابي وتقاربه
يعني تقييمه للوضع كان كتير إيجابي الرئيس بري. وأنا ماني عم بحكي عن الرئيس بري، بالعكس أنا عم بحكي عن واضح يعني فريق حزب الله وحزب الله عنده خشية من ما حدث من وقت عملية تركيب يعني انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة وكيف عم تنطبخ وتتألف الحكومة. وهي الخشية طبعا يعني مش رح يمرقها حزب الله كفريق سياسي أساسي بالبلد، مش رح يمرقها غير ما يرجع يحاول يحط لمساته على التفاهمات اللي صارت. إن شاء الله تكون بس العملية عملية تفاهمات منكون بالإيجابية، ولكن ما نكون عم نطمح، عم يطمح حزب الله أكثر من هيك ويكون عم بيحاول إنه ياخذ العهد والحكومة القادمة مش بس ببيانها بأدائها وبكل شيء، والانتخابات القادمة النيابية كلها ياخذها إلى الجانب اللي هو بده إياه، يعني تخدم مصالحه واستراتيجياته. هل بهذا العهد يلي في اجماع انه صار في توازنات جديده، فينا نقول انه تصرف حزب الله هو لارساء مفهوم جديد لاتفاق الطائف دكتور كرم، او عوده الى الترويكا التي كانت سائده برعايه الوصي السوري يعني من بعد توقيع الاتفاق؟ ما في شك انه حزب الله اللي ما حدث كان بعكس توقعاته وبسرعه مفاجئه، وما كان قادر انه يوقف عمليه انتخاب الرئيس وتكليف رئيس حكومه، لانه كانت بتودي الى تصادم مع حلفائه وخاصه مع التيار الوطني الحر. فلسبب تجنب انه يروح لهذا الموقع. وطبعا نحن عم نحكي عن حزب الله اللي يخطط ويدرس جيدا وينفذ بطريقة جيدة، فلسبب تجنب هذه الموقعة اللي منا كانت حسب حساباته وحسب توقيته، وذهب إلى المكان اللي هو بيرتاح له لعملية تأليف الحكومة. تأليف الحكومة اللي هي بتفرض الشروط على العهد وبتفرض الشروط على رئيس الحكومة. وطبعا أصبحنا عم نشوف تسريبات بالإعلام وأقلام تتكلم. أما إذا بتروحي لخطابات قياديين لحزب الله ما بيعطوا إلا إشارات جيدة اتجاه رئيس الجمهورية. نعم. وطبعا بمرقوا بعض الشروط بكلامهم. هذا لا يمنع من أنه يوصلوا لتفاهم مع رئيس الجمهورية. نحن هذا اللي متكلين عليه سترولا، لأنه نحن كقوة لبنانية بالذات نعلق أهمية كبيرة على علاقة رئيس الجمهورية جيدة اليوم مع الكل، مع الكل حتى يقدر عهده ينطلق، ومع حزب الله اللي كان حليفه، ولازم يقدر رئيس الجمهورية برؤيته إلى إعادة بناء الدولة وحلمه بإعادة بناء الدولة لازم يقدر يقنع حزب الله أنه يجي على إعادة بناء الدولة، ما نروح كلنا عند حزب الله على مفهوم اللا دولة. جريدة المستقبل بتقول يستحيل اليوم تصور وجود طرف لبناني عاقل يمكنه أن يتحمل وزر كسر أمال اللبنانيين برؤية دولتهم. صحيح. وبمحلات أخرى بالصحف في حديث عن عين على كلام السيد نصر الله بهاليومين رح يكون له كلام، بتوقع أنه يصوب الأمور بمسألة تأليف الحكومة، يعني أن يفرج عن تأليف الحكومة؟ بعتقد أنه وصلت لمكان وسبقت وقلتها، سبق وقلتها، ما بقى في مجال كتير المناورة بموضوع تأليف الحكومة. وبعتقد أنه أصبحنا بمكان أنه يمكن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف ما عملوا بعد الضغوطات الكبيرة، سمعوا كتير. نعم. استوعبوا كتير، ما تصرفوا فهموا يعني كتير، بس بعد ما عملوا الضغوطات. بتصور نحن بدأنا بمرحلة جديدة هلأ، إذا ما تسهلت الأمور، إذا بدها تبقى القصة قصة عرقلة، لا رح نشهد شيء جديد من رئيس الجمهورية رئيس المكلف. أما إذا كنا بعد صرنا بالمراحل الأخيرة لعملية البازل، فلح نشهد إيجابية سريعة
بخلال هاليومين، إن كان من سيد حسن وإن كان من عدة أطراف. من كل أطراف. جريدة الأخبار يلي أشاعت جو من التفاؤل كمان نقلت عن رئيس بري عن مصادره تخوفه من تحالف عوني مستقبل قوات جدة، واعتبرت بمكان آخر هيام الصيفي أنه مشكلة هذا العهد هي أنه يتأرجح بين أحلاف كثيرة وخصومات أكثر. هي هون إذا واحد يحط الإصبع على الجرح هون المشكلة تحديدا. صحيح هون المشكلة. أنا لهيدا اللي قلته بالقبل أنه سبب قلته أنه في تفاهم أدى إلى وصول رئيس جمهورية، إلى تكليف رئيس حكومة، إلى لح ينتج حكومة، وهون عم يدخل طرف حزب الله وما يسنى بالثنائي الشيعي إلى وضع شروطه على تأليفة هالحكومة. لأنه إذا استمرت التحالفات، تحالف الثلاثي هذا، لح ينضم له كمان أفريقاء آخرين، وسيصبح تحالف نيابي قوي جدا. لهالسبب طبعا الخشية والقصة هون، لأنه يؤمن حزب الله أنه لازم يضلوا فيه عملية توازن بيقدر يملك مفاتيحة وبيقدر يلعب عليها، لأنه عنده مشروع يعني حزب الله. بس امبارح الوزير جبران باسيل بكلامه حرص على إعادة تطهير ثوابت العلاقة مع المقاومة. جيد. يعني ما ناقض هالمشروع. لا أبداً. ليش بده يخاف حزب الله؟ لا شو بدي، نحن مش عم نحكي هون على مشروع مقاومة، يعني ما رح اخذ الحرفيه تبع الكلام اما التصريح. هو التصريح جيد وجو ايجابي، وطبعا العلاقه لازم تبقى جيده بين تيار الوطن الحر والمقاومه ورئيس الجمهوريه وكل الافرقاء. كيف بتقدر تكون بين نقيضين جيده؟ علاقته معكم مش نقيض علاقته طبعا. نحن عم نحاول ما نلعب على التباينات وعلى الخلافات وعلى التفرقه. نحن عم نجرب مع العهد الجديد انه نبني دوله، انه العهد الجديد هذا مشروعه انه يبني دوله. هل بيقدر يبني دوله مع اللا دوله؟ طبعا مفهوم الدوله يعني كل الناس بدها تكون من ضمن هالدوله. ما بيقدر يتعاطى مع لا دولة، ما بيقدر يتعاطى مع الدويلة، ما بيقدر يتعاطى مع فساد، ما بيقدر يتعاطى مع عدم توازن. هيدي شروط بناء الدولة، توازن، محاربة الفساد، وحل مسألة الدويلة. فكل هيدي من ضمن مشروع بناء إعادة بناء الدولة. من المنطلق نحن نؤمن بأنه العلاقة الجيدة هي لصالح المشروع هيدا، ولكن انه قلتها قبل شوي، مش انه نروح نحن على مفهوم اللا دولة. لا، يجي الكل على الدولة. ولا السبب اللي عم بقوله انه حزب الله بيقدر يكون على علاقة جيدة مع الكل ومع الدولة اذا كان بده يلاقي حل بمسألة سلاحه، بإيده، مسألة مشروعه، مسألة كل اللبنانيين بإيدهم كل شيء. اللبنانيين بيدهم كل شيء. وماذا عن ما بتقولوا انه هو بيد ايران، المفتاح بيد ايران؟ ما في شك انه ارتباطه استراتيجي بيد ايران، بس بالنهايه هن بيصرحوا على طول انه المساله اللبنانيه هن بيحلوها، هن بياخذوا القرار فيها، فقادرين نلاقي حل لمشاكلنا ولمشكلتنا مع سلاحه ومع وجوده ومع مفهوم استراتيجي اللي مرتبط بايران، قادرين نلاقي حلول من أجل بناء الدولة، من أجل تقوية الدولة، ومن أجل دعم الجيش اللبناني. واليوم بدي انتهز الفرصة هلأ وهني الجيش اللبناني وهني قيادة الجيش والقائد على العملية الناجحة اللي قاموا فيها اليوم، وخلي يعرف كل معتدي على الجيش وعلى الشعب اللبناني أنه ما له خبز بلبنان ولح يقضى عليه بشكل سريع. فعلاً يمكن بشكل قياسي قامت قيادة الجيش ومخابرات الجيش لكشف الخلية والقضاء عليها. وجه تاني من المشكلة اليوم مجموعة من الكتاب أضاءوا عليها، وهو الوجه المسيحي المسيحي. هيك سريعا رح أقلك ياهن وأخذ رأيك فيهن. عماد مرمل بيقول بالسفير نقلا عن أوساط المرضى: من غير المقبول كسر سليمان فرنجية فقط، لأنه هنالك من يريد أن يعطي القوات حصة أكثر مما تستحق، والمسألة مسيحية مسيحية. كمان ميشيل نصر بالديار بيقول: الحلحلة واردة بأي لحظة، لأن المعركة مسيحية مسيحية بين الساكن الحالي ببعبدة
وساكنها المقبل. نون بجريدة اللواء كان أوضح أكثر وقال المعركة هي غير مباشرة بالصراع المحتدم على سلطة القرار بالعهد الجديد، هل للحزب أم للقوات اللبنانية؟ وأخيرا فيليب أبي عائل بالأوريون لجور بيقول من سيخلف ميشيل عون، سمير جعجع أو سليمان فرنجي؟ بتعرفي واضح من يعني وقلت قبل شوي أنه الأقلام اللي تتكلم بخط سياسي معين بس وقريب في اللي بقى بعقل واللواء مش طبعا طبعا لا مش نعم. معناتها كل من حكي بهذا المنطق نعم. معناتها هو من هذا من المطبخ اللي عم بيطبخ، يمكن لا. عم بشوفوا انه المشكله مين بده يصير بقصر بعبده بعدين، مش ما في وجه من الصحه. هلا خلينا نقلع بهالعهد بعد بكير نحكي بعهد جديد، لا لا مش مجلس النواب الجديد بده ينتخب، خلينا نقلع بهالعهد والشعب اللبناني هيدا همه، هلا يقلع بالعهد هيدا تنحل ملفاته الاجتماعيه، ما يعني يفتحوا لنا معركه عهد جديد بتخيلات معينه، مع احترامي لكل الكاتبين و طبعا كل واحد بيقدر يكتب بده اياه، بس عم بحكي في مطبخ بيوجه بيفتح القضيه، وبعدين بتعرفي بيصير في كثره من من هيك الافكار والنقاش، حلو شيء حلو، بس خلينا نحكي عن المطبخ هلا، شو بدين بعدين بالتخيلات والتهيؤات. السياسه الخارجيه للمطبخ، في مطبخ في مطبخ موجود بمكان معين اللي هو دايماً عم يجرب ينقل المشكل من قصة أنه هي شروط من حزب الله وأنه المشكلة وين حقيقة مثل ما شرحتها قبل شوية تمعيد الكلام، ويحطها بأنها هي معركة حقيبة بين تيار وحزب، أما حزب وتيار، أما هيدا بده ينقل لهون وهداك بده ينقل هنيك، وخدمة من هون وخبرية من هون وتزفيتي مثل ما قلتي لي قبل في حكي اليوم أنه وزير القوات المفترض للأشغال نعم بل بدأ بالتزفيت، نعم يعني كلها هيدي تسخيف للقضية السياسية نعم اللي نحن أمامها، وتسخيف للمشكلة الحقيقية. وأنا يعني الحقيقة بتمنى أنه القياديين والأحزاب ما ياخذوا النقاش الى هذا المستوى من تسخيف من التسخيف، لانه اذا ما حطينا اصبعنا على الجرح ما رح نقدر نعالج مشاكلنا، الا اذا كان هناك نيات عند بعض الاطراف انه يبقى الجرح اللبناني مفتوح وهذا العهد ما يقدر يسكره. بتخاف يكون في نيات من هذا الشكل طبعًا من طبعًا هذا النوع؟ طبعا لانه في هيك نيات، طبعا في هيك نيات، ولكن نحن شو متكلين هلا رولا؟ ست رولا نحن كقوات لبنانية كتير عنا ثقة وحاطين يعني كل الثقة خلينا نقول الأمل على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنه يقدروا بأدائهم بطريقتهم يقدروا بانطلاق هذا العهد يرسموا مسار جديد للبنان وللشعب اللبناني، وهذا المسار نحن متفائلين منه. ممكن القوات هون تضحي لحتى تقدر تعطيهم هالقوة الدفع؟ هي تضحي بجزء من حصتها؟ هي لو قصة اصلا نحن ما بنعتبر انه عنا حصة، مش مطالبين بحقائب معينة، هيدي ما بنعتبرها حصص، يعني نحن بنعتبر حالنا من ضمن هذا العهد نعم وفايتين حتى نساعد هذا العهد ونكون فعالين. ممكن تساعدوا تتنازلوا عن حقائب معينة؟ رح جاوبك على مستوى اللي عم بحكيه انا، لانه هي منا قصه لا تضحيه حقيبه، برجع بقلك نعم ما بدي احكي بتضحيات هون، لو قصه تضحيات القوات اللبنانيه ضحت بكثير وبكثير بالغالي كثير من اجل هذا الوطن، منا الموضوع موضوع تضحيه بحقيبه ولا الانتقال من حقيبه الى حقيبه، مثل ما عملتوا بالرئاسه، لانه مش القصه هون، برجع بقلك ما بدي حدا ياخذني على نقاش ما له علاقه نعم بالحقيقه، نعم ولكن لنزع الذرائع خليني رح اوضحها ولا رح اوضحها واصل لك اذا بهمك وزاره الاشغال بدك اياها، لا مش انا شو بدي فيها لوزاره الاشغال، بس انا مثل ما انتم وقت الرئاسه انه حزب الله ما بده رئيس وبرهنتم بدعم الرئيس عون اكيد من بعد وثيقه التفاهم انه وصلتوا الموضوع للاخر بالحكومه هلا الحجه هي وزاره الاشغال، لا لا منا هيدي منا الحجه، طيب هيدي نازلوا عنا إيه، بس مش هي الحجه، ما هيدا اللي عم جاوبك عليه، بس مش عم تتركي لي مجال. طيب يلا لو كانت القصه قصه حقيبه القوات اللبنانيه هي اكثر الافرقاء اللي
أثبتت على مدى عشرات السنين أنه مستعد تضحي بكتير لحتى الدولة تنطلق والعهد هلأ ينطلق. بس القصة مش قصة لا حقيبة أشغال ولا حقيبة مالية، كيف ما بننتقل لحي الحقونا تتكون ركبة الشروط السياسية على العهد وعلى الحكومة. فإذا تركوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عم يستوعبوا الضربات وعم يستوعبوا الحجج وعم يركبوا الأمور، والدكتور جعجع رئيس الحزب هو عم بيقوم بالمفاوضات اللازمة، وكل شيء بيستدعي أنه ينطلق هذا العهد بشكل ناجح وبقوة رح نقوم فيه. هذا لا يعني أنه رح نتخلى، بالعكس إذا شفنا أنه لازم نطالب أكثر رح نطالب أكثر تينطلق العهد. ترجعوا يعني تطالبوا بالسيادية. أنا برجع بقول لك مش رح أحكي بتفاصيل المفاوضات لأنه ما بتنحكى هيك. أنا عم بقول نحن هدفنا ينطلق العهد وينطلق بنجاح، مش ينطلق نحن فايتين هيك بالشكل معه، ينطلق بنجاح. تينطلق بنجاح بدنا نكون فعالين معه. إذا بيستدعي نستبدل ونستبدل هيدي بترجع للمفاوض وهو دكتور جعجع، وإذا بيستدعي نطلب أكثر رح نطلب أكثر. وصلت الفكرة. لحظات مع أول فاصل، بعده مباشرة شو رح تطلبوا بقانون الانتخاب بعد الفاصل. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور فادي كرام عضو كتلة القوات اللبنانية. الموضوع المهم أيضا اليوم هو موضوع قانون الانتخاب. بداية القسم مع كاريكاتير الجمهورية تحت عنوان النزاع على قانون الانتخاب. رسم المواطن عم بيقول في ناس بدها مختلط والبلد صاير مخلوطة. يمكن كمان معشات الأخبار أشارت لمشاريع القوانين الانتخابية ووصفتها بالضحك على الذقون. يعني في حديث قد ما بدك بقوانين الانتخاب، بس فعلا في انطباع انه بعدنا بالمربع الاول. ليكي ملاحظي انه كل الاعلام اللي ينتمي الى اعلام فجريه الاخبار والسفير وغيره كله عم بيركز على اعطاء صوره على تشاؤميه عن بدايه هذا العهد، عن جو هذا العهد، عن كل ما يحدث حتى بموضوع قانون الانتخاب. تشاؤمية أو واقعية دكتور كرم؟ يعني حتى الأوساط القريبة منكم بتقول وكأنها بالمربع الأول. لا 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 أبدا، مش مزبوط أبدا. تشاؤمية ومنا الواقعية بتقول شو؟ أنه مثل ما عملية تركيبة الحكومة وقانون كمان قانون الانتخاب وكمان الانتخابات كلها بدهم يجي يحطوا شروطهم عليها، يعني ما رح يخلوها تركب بهيك ببساطة. المسألة بقانون الانتخابات ما بقى نقاش تقني لأنه صار معترف من قبل كل الأفرقاء بأنه المختلط هو الحل. نعم المشكلة وين؟ بالتقسيم. المختلط بعد بده بعض التعديلات اللي منه صعب على الأفرقاء اللبنانيين لقوا حل فيه، ولا عملية للتقسيم ولا عملية عدد النواب على النسبة ولا الأكثر، كلها بيلتقي إلى حل. تقنيا ما بقى فيها المشكلة. نرجع سياسيا هل تفاهم القوي الكبير اللي ركب بين ثلاث أفريقاء، تيار الوطن الحر، رئيس الجمهورية، تيار المستقبل والقوات اللبنانية، هذا التفاهم ملح في أفريقاء عندها خشية كتير كبيرة منه وخاصة حزب الله. هذا التفاهم وما هذا التحالف هذا ما رح يخلوه يضلوا ماشي بطريقة سهلة وينتج أكثر وبشكل سريع. فإذا يا عم بيجربوا يحطوا شروط عليه، إما بأقصى تفكيرهم أنهم يضربوا بمكان معين، يلعبوا على بعض التباينات اللي ممكن تكون بحسابات كل فريق من هالأفريقاء الثلاثة، وأما عرقلته وأما على القليلة وهيدي أفضل بتكون ونحن بنتمنى أنه يدخلوا لإله ونصير أكثر، يعني أربعة وخمسة ليش لا؟ هيدا نحن بنتمنى هيدا الشيء، يعني يكون كلنا سوا عم نطبخ سوا وعم نرتب البلد كلها سوا، من ضمنها طبخة قصة القانون الانتخابي والانتخابات النيابية كما تأليف الحكومة. فإذا العملية مش تقنية، وهون اللي عم بقوله في خط سياسي عم بيعطي جو تشاؤمي جدا لانطلاق هذا العهد، لأنه هذا العهد انطلق بهالطريقة هيدي بتفاهم قوات التيار الوطني حر التيار المستقبل. لو كانوا هن عم يطلقوا عهد كانوا بدهم يعطوا جو ايجابي له. فاذا هون هي كل المشكله اللي عم بتشوفيها
من الأقلام اللي طب بنهاية المطاف تكتب. على أي قانون بدها تصير الانتخابات اللي جاية؟ مختلط على أساس مختلط. على أساس أي مشروع؟ مشروعكم مع الاشتراكي والمستقبل أم المشروع اللي قدمه الرئيس برجي؟ هون ما في تعنت من الفريقين، يعني هون النقاش عم بيصير هون. ليه ما بينطلق النقاش بمجلس النواب؟ هلا شو ناطرين؟ نرجع ليرجع يستأنف التشريع؟ يعني هيدي تمنياتنا، وهذا اللي حكي فيه امبارح الوزير جبران باسيل، بانه يجب فصل قانون الانتخابات عن تركيبة الحكومة، يعني البدء بتشريع قانون انتخابي. عم بينشغل على الموضوع لحتى نقدر نقلع. طبعا نعرف انه عم بيصير في عرقلة للموضوع بقانون بمجلس النواب، كما انه ومعروف باللجان المشتركة مين كان عم بيعرقل. رئيس معروف انه مين كان عم بيعرقل باللجان المشتركة، يعني مين كان عم بيعرقل؟ معروف، يعني نحكى فيها كتير بالإعلام قبل حتى ما ضلني هلا شان الهجوم. رئيس بري، بس رئيس بري، مع انه انتم علاقتكم فيه جيده جدا، معروف مني. معروف، خليني اقول لك شغله. اول شيء تيار المستقبل وشدد امبارح واكد على انه متفاهم مع القوات والاشتراكي على قانون المختلط. على المختلط. نعم. رئيس بري ماشي بالمختلط، وان في اختلافات بسيطه بيننا وبينه، بس تترتب، يعني منا هالقصه الكبيره. تيار الوطن الحر ابدا اهتمامه بالمختلط، وقال أنا صرت مقتنع بالنسبية اللي طارحينها بالمختلط، يعني لا. يمكن مش إعلان رسمي بعد، بس أعطى إشارات واضحة بأنه ما عنده مشكل على هذا الموضوع. إذا وين المشكل ولا؟ وين المشكل؟ أنت بقى سمي دوران بالحلقة المفرغة. كل واحد بيزد المشكلة عند الثاني. لا برجع بقلك، ما هذا اللي عم بقوله. لا ما هلأ قصة التكوين تنكون دقيقين. فإذا المشكلة هي بانطلاق هذا العهد، يجب ان في خط سياسي، يا بده يغيره ويعرقله، نعم، يا بده يضرب تحالفاته، يا بده يدخل عليه ويشيل وياخده لمطرح تاني. الرئيس بري بيتخوف اليوم بحسب اوساطه ما نقلت عنه جريده الجمهوريه من ان نكون ذاهبين الى الاصعب والأسوأ لبل كونفدراليات طائفيه، كل طائفه لوحدها، حتى لو كنا ضمن بقعة جغرافية واحدة. أول مرة الرئيس بري بهذا الوضوح بتخوف من فكرة الكونفدرالية. بعد ما لحقت أني أطلع على حيثيات فعلا هذا التصريح، حتى الوزير باسيل ربما بده تصريح هيك شوي، بده توضيح أكثر هذا التصريح. الحقيقة أنا فعلا تفاجأت. استوقفك هالتصريح؟ استوقفني وقريته اليوم الصبح، واستغربت انه الرئيس بري يحكي بهذا المنطق. ما بعرف، ربما يكون بعد في شيء توضيحات، يمكن انطلاقا من كلام الوزير جبران باسيل امبارح يلي قال نعم للارثوذكسي. هو اسنى لا لا لا، هو اسنى كثير على كلام الرئيس، على كلام الوزير جبران باسيل. نعم. بس الحقيقه اذا بدها تضل معرقل الامور بهالطريقه، هو الخوف انه ندفع لبنانيين باتجاه هيك امور، ولهالسبب نحن عم نشدد الاصطدام. يعني ما ضروري اصطدام، بس انه انا عم بقول مثل ما قال رئيس بري انه نعم الكونفدراليات. هلا ما بعرف بده يعني وضح رئيس بري شو بيعني فيها هيدي القصه. شو موقفكم من الارثوذكس والعوده للارثوذكس؟ لحظه شوي، بس اللي عم نقوله انه يا بده ينطلق العهد مزبوط، يا في عنا مشكله كتير كبيره انه شو بده يصير بهذا البلد. هلا نعم. هيدا اللي عم بقوله، نحن متفائلين انه رح ينطلق العهد، نعم، بس في جو معين عم بيدس نوع من تشاؤم وسلبيات لضرب العهد. هلا شو سالتيني عن شو موقفكم من الارثوذكس؟ يعني الموضوع منتهي منه، بس الوزير جبران باسيل امبارح قال نعم لا 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 لقانون نسبي نأمل ان يكون الارثوذكسي. عم تقولي لا اله بس لا هيك لا ريا كلها لا ما هيك يوم اللواء لا لا ما قال هيك، قال بس اذا في قانون ثاني نحن بنمشي. لا اله الا الله، لشو لمح له؟ ليش التلميح لانه طبيعي، لانه هو مشروعهم، هيدا مشروعهم بالطبيعي. اذا ما بدك تعطيهم مشروع يوافقوا عليه هن بدهم يرجعوا مشروعهم، مش طبيعي. بالمقابل ما عندكم مصلحه دكتور كرم، القوات اللبنانيه اليوم ما عندها مصلحه مع تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر أنه يبقى قانون الستين؟
هيك بتاخذ كل المقاعد المسيحيه كمان. يعني في حكي انه في فريق مرتاح انتو والمستقبل انه بيبقى قانون الستين. رولا هيدي حسابات انيه بيطرحوها بعض الافرقاء كمان من جمله الحمله اللي تشن على القوات اللبنانيه على تحالفنا نحن والتيار الوطني الحر، على تحالفنا نحن والتيار الوطني الحر والتيار المستقبل. هي من جمله هالحرب اللي عم تشن وجرب يسخفوا هالتفاهم هيدا. نحن متفاهمين على إعادة بناء الدولة، إعادة التوازن الشراكي. توازن شراكي ما بينجاب بقانون آني، يعني مش بناء على تحالف بدي حصتي بمجلس النواب، بناء على القانون اللي بيعطي إمكانية للشعب ينتخب ممثلينه الحقيقيين. مش لأني أنا عملت تحالف، اسمحي لي شوي، مش لأنه أنا نجحت بتحالف معين مع التيار الوطني الحر أما تيار المستقبل صرت مرتاح ما بقى بدي غير القانون. أنا بدي قانون يعطي إمكانية للشعب هو يمثل. ماذا إذا بقي قانون الستين؟ مش لأني أنا عملت تحالف بدي قانون سيب تحالفي. هذا خلينا نكون واضحين فيه. فإذا القانون الوحيد اللي هو بيعطي مجال اليوم للشعب اللبناني يوصل ممثلينه الحقيقيين بكل أفرقاء الشعب اللبناني هو المختلط. طيب ماذا لو بقي قانون الستين؟ خذوا الانتخابات على أساسه حتما اذا ما نجحنا، ونحن بعد عم نشتغل بكل قوتنا وبزخم لحتى يكون في قانون جديد وهو قانون المختلط. اذا ما نجحنا لا مش رح نسمح للتمديد بقى، اكيد رح نخوض المعركه. والثنائي الشيعي كيف رح يرد على هالموضوع؟ يعني رئيس بري عنده يسهل رفض قاطع. يسهل تركيبه الحكومه، يسهل تأليف الحكومه، طالما القانون طالما الانتخابات هالقد بتعني لهم وهالقد بيعتبروها هي انطلاقه للدولة وانطلاقة للتشريع وانطلاقة لكل شيء، فإذا يضحوا بالتعقيدات اللي عم بيعملوها على تأليف الحكومة لحتى نعمل انتخابات نيابية. اليوم أول مرة بلمح بالمقالات نقل عن أوساط الثنائي الشيعي بعمار نعمة بالسفير بيقول إنه هالثنائي رح يخوض معركة للتخلص من قانون الستين، ولكن جيد البعض يبدي خشيته من القبول بأبغض الحلال والسير بهذا القانون، وانه يكون قانون 60 شر لابد منه بنهايه المطاف. اول مره في حكي انه ممكن يمشوا الثنائي بس ما خلص الوقت، يعني ما خلص الوقت. يلا نركب حكومه، نالف حكومه تصدر قبل الاعياد ورح يكون في قانون انتخابي جديد. المهل لا تتآكل، يعني هون بعد في وقت انه تقنيا على الاقل انه ارساء قانون جديد. ايه طبعا في وقت. ايه طبعا في وقت ومنه صعب كثير، ووزاره الداخليه قادره، وكان تصريح وزير الداخليه انه هذا المشنوع واضح هو لدق الانذار الخطر بانه لازم بقى يكون في قانون جديد تنحضر حالنا بشكل جدي. بعدنا ضمن المهل المقبولة. هل أنت مع دكتور كرم أنه إذا بقت الأمور معرقلة أن تتم الدعوة لحوار ويعني جامع، ومثل ما قال الأستاذ رفيق خوري اليوم أنه تنحط هالمطالب الحقيقية على الطاولة من جميع الفرقاء، أنت مع كل هالأفكار؟ طبعا لا، كل هالأفكار هيدي ماني عم بقصد الصديق رفيق الخوري، عم بقصد هالافكار عم تنطلق من مطبخ معين هو لعرقلة وشل وتاخير وضرب هذا العهد. في دوله عم تركب، في رئيس جمهوريه، في رئيس حكومه مكلف، هو بيمثلوا هودي عندهم أفرقاء وكتل نيابية وعندهم تمثيل شعبي كتير كبير، عليهم ينضموا اللي معترضين إلى هالتركيبة يتفضلوا تنبني دولة وبيصير النقاش بالحكومة وبمجلس النواب. مش مشكلة حاج بقى نخترع طاولات وحاج بقى نخترع. مشكلة بالنظام، مشكلة معينة أنه ما عم تركب يعني غير بطريقة الثلاثية أو المثالثة. مشكلة بالنظام مع اللي ما بده هذا الوطن، لانه شو حله بالنسبه للوطن؟ بركي مؤتمر تاسيسي بشكل اخر. ما هذا اللي عم نقوله، ما هذا اللي فشلناه نحن بانتخاب رئيس جمهوريه وبانهاء الشغل بشكل اخر. فاذا لا ما رح نروح على مؤتمر تاسيسي، في دوله ودوله فعلي يعني ودوله جيده، رئيس جمهوريه يمثل، رئيس حكومه يمثل، وفي انتخابات رح تجيب ممثلين حقيقيين، ما بقى في مزح. وين المكون الشيعي بهالمشهد كله؟ ما هلا نحن شو عم نقول له؟ يتفضل ما مش يمكن مش شاعر انه هذا الشكل من الدوله. اذا بده يغير كل مفهوم الدوله ومفهوم النظام، اذا بده يغير مفهوم الدوله ومفهوم النظام نحن مش رح نمشي معه.
بس نعم. اذا بده معترف بالطائف ومعترف بهذا النظام فليتفضل، وما حدا عم بيحاربه، بالعكس رئيس جمهورية حليفه ونحن منفتحين ورئيس الحكومة منفتح والكل منفتح عليه، إلا إذا بده هو يغيرنا وياخذنا على شيء تاني، لا هيدي ما رح تزبط. بعد الفاصل متفرقات من إطلاق كامل أمهز لما يحصل في الجامعة اللبنانية بعد التوقف مع تاني فاصل، لحظات ونعود. إطلاق سراح كامل أمهز بعد فترة من التوقيف استوقف عدد من الكتاب اليوم بصحف بيروت، بداية استوقفك إطلاقه بهذه السرعة وبكفالة بهذا القدر فقط؟ طبعا استوقفني، بس أنا ما بدي أخوض كتير بالتفاصيل، أنا ماني مطلع قانونيا على الموضوع. نعم، بس ملفت. علي الأمين بيقول إطلاق سراحه رسالة بأنه عهد رئيس عون لن يغير بواقع السلطة القضائية شيئا، يعني حط اصبعه على الجرح، يعني في عده لا مش طبعا، يعني هذا هو الجرح، بس انه ما راح يغير شيء، لا هذا موضوع ثاني، لا بده يصير في تغيير، وعندنا ثقه انه راح يصير في خاصه تغيير. انه هو قال انه هو مدعوم من ينتمي للطائف الشيعيه وامل، نعم، وحزب الله على راس السطح، انه نعم، هو منه مستحي. هيدي الامور اللي كنت عم بحكيها انه هيدي بدها حل، يعني منطق لا دولي بده ينتهي، وهوني هوني مش مواجهة مع سياسية، هذه ما خاصة بمواجهة سياسية، ما خاصة بمواجهة حتى يعني مفهوم السلاح اللي بيسموه هني مقاومة، نحن بنسميه سلاح حزب الله، هيدا له مجال له مكانه للعلاج والمعالجة وبطريقة، بس شو خاص هذه المخالفات؟ شو خاص هالفلتان؟ شو خاص اللا دولة بهيدي الأمور؟ هذا عم يتغطوا باللا دولة، وهيدي بدها حل، هيدي ما فيها تبقى، وهون العهد بده يعمل حلول، وهون العهد ما بيقدر يتراخى، لأنه فعلا بده يعمل دولة، إذا بده يعمل دولة مضطر أنه يعالجهم. إلى الجامعة اللبنانية وما يحدث فيها، سواء بالنسبة لمنع أغاني فيروز وأمور عم بتصير ببعض فروع الجامعة اللبنانية. اليوم ميشيل تويني بالنهار بتقول الجامعة اللبنانية لبنانية أولا وهي لجميع اللبنانيين، وما حدث أمر معيب ومرفوض كليا. طبعا الوحدة التربوية بحزب الله وضحت ما جرى، أقنعك؟ لا أكيد، أنه بدون تنسيق، أنه مثل مبادرة فردية يعني صارت. مش هيدا كلام غير صحيح. كيف السبيل لمنع تكرار ما حصل؟ أنا بشك أنه عند حزب الله في شيء هيك عفوي، وفي شيء هيك غير مدروس وغير مخطط له. لا، واضح أنه هيدي بتدل عن عقلية تحكمية، عقلية سيطرة معينة، وإلى علاقة بمفهوم معين ديني أنه مش مسموح أغاني، مش مسموح الأمور هيدي. على كل حال شو بدي، أنا ما بدي أخوض بمفاهيم طوائف ومذاهب أخرى، أنا بدي أخوض بالجامعة اللبنانية مش مسموح حدا يتصرف على ذوق، هذا صرح وطني، مش مسموح حدا يتصرف على ذوقه. ولكن يا رولا ليش واقفة على الجامعة اللبنانية بس؟ لا ليش بس ديش في من الجامعة اللبنانية صرح طالبة، يعني قديش في من الدوائر بالدولة اللبنانية، نعم، كأنها دوائر حزبية، قديش في من وزارات عم تتعاطى كأنها تابعة لحزب، قديش في من صناديق ملك عزيز، كمان مسؤول عن كل هؤلاء، لا يعني كمان لا مش لا، أنا هوني عم بعمم، يعني مش عم بحكي بشكل شامل، ما فهمت قصدي، حتى من يدعي أنه هو فائض قوته من حزب الله يمكن، نعم، بمحل معين حزب الله منه على علم فيه، مش هيدا ذهنية، نعم، عامة يعني، نعم، أو شو ما هي برجع بقلك إيه، عند حزب الله ما فيك تقولي ما عنده علم فيه، ومعالجته ما بتصير بهالطريقة. لو هيك ما كان طلب السيد نصر الله موسى مؤازرة القوى الأمنية بقصة مخدرات والمخالفات، هي شغلة انه مؤازرة القوى الأمنية، بس قال لي القوى الأمنية إذا بتقدر تقوم بدورة إلا بالتراضي، دولة ما فيها تقوم بدورة بالتراضي، دولة بدها تقوم بدورة عندما يجب محل ما يجب بالمكان اللي بتريد، ما فيها بالتراضي بدها تاخد إذن لحتى تفوت تعتقل شخص ولحتى تفرج عن شخص ولحتى ما بتمشي، هي مش الدولة.
إذا هون بقى التحدي على العهد القادم، إنه ها هي شو يعني بناء الدولة؟ بناء أبنية، يعني بناء مفهوم الدولة ضد مفهوم اللا دولة، وهيدي وحدة من اللا دولة. وهون ليش بيتاخد يعني معلش رولا، أنت بتعرفي نحن سبق وحكينا كتير بهذا الموضوع، في جرائم تنكشف دغري وهيك لازم، والحمد لله يعني هلا عم نشوف تعدي على الجيش خلال 48 ساعة كان كشفوا الجيش وقبض عليهم، اوكي؟ وفي جرائم اخرى باماكن اخرى وخطف، وكم خطفوا وبعدهم مختفيين، وبعدهم مختفيين، وله علاقه بخط معين، بمكان معين، بزمان معين، فلا سبب هيدا منطق في مكان، في منطق لا دولي، في منطق مكان، في منطق الدولي. بدنا نعمم الدولي على كل لبنان، على كل الأفريقاء، ما يكون حدا خارج من سلطة الدولة. كنا بالبريك عم نحكي انه قربت ذكرى ال 11 لاغتيال النائب الشهيد جبران تويني، صحيح. يمكن شعار الحملة هذه السنة او الذكرى هو مين قتل جبران، عظيم. يمكن كمان مين قتل سمير ومين قتل محمد شطح كل وغيرهم. كل تعتقد انه لهلا سيما كمان انه استذكرنا الوزير بيير جميل يقال انه ما في ولا ورقة بولا اي ملف، ألم يحن الوقت؟ طبعا إذا ما في ولا ورقة يمكن ما بدي خد بالموضوع لأني ماني مطلع، ولكن ممكن كتير مرات يكون معروف أمور وما بدها تنكشف بكل ال بكل يعني الجرائم، حتى ببعض التحقيقات اللي بتصير، حتى بأحداث القاعة مثلا، بكتير من الأحداث اللي صارت على الأراضي اللبنانية، في كتير من الأحداث معروفة وبتحقيقات كشفت بس لم يعلن عنها ولم تتابع، وهيدا كمان تحدي جديد على مفهوم الدولة لنبني الدولة. كله هيدا مش معناتها عم نعطي التحديات سلبية، لا، ولكن إذا بدنا نبني دولة أودي بدون علاج طبعا بدها وقت وبدها تخطيط وبدها تحضير وبدها آلية وبدها، بس هكذا يبدأ بناء الدولة مثل ما بدأنا هلا، وهكذا أنصار اللا دولة عم بيعرقلوا. بالآخر ما في ما أسألك عن القوات اللبنانية على صعيد التنظيم الداخلي، هل من جديد عند القوات اللبنانية مشروع الحكومة الإلكترونية؟ صحيح. رح تمشوا فيه قدما بالمرحلة المقبلة طبعاً. هل في انتخابات قريبا للقوات اللبنانية؟ يعني شو ممكن تحطنا هيك بصورة ما يجري داخل مطبخ القوات اللبنانية تحديدا؟ نعرف يعني هلا مع تعيين أمين عام جديد واللي هي رفيقتنا شونتال، دكتورة شونتال سركيس، هيدي دم جديد وانطلاقة فعالة للحزب اللي قاموا بدورة قبلها، الله يعطيهم العافية، وكلهم خدموا بالحزب ونظموا. حزب القوات اللبنانية هو حزب كبير، عم بيصير في انتساب له بشكل كثيف دائم ودائم بكل العالم، مش بس بلبنان، بكل بانتشارنا كبير على مدى انتشار اللبنانيين، يعني بكل بجزر صغيرة بالعالم عنا مكاتب وعنا انتسابات. كل هالانتسابات هيدي عم تجمع طبعا لح طبعا هيدي بيقدر رئيس الحزب مع أمين العامي، انه اي متى بيكون عندنا مؤتمر كبير، مؤتمر عام، وطبعا كل المراكز عم بيصير فيها انتخابات، وكل ما كملت عمليه الانتسابات بمراكز عم بيصير فيه انتخابات على طول. في عندنا ضياع مدن، مناطق بالانتشار عم بيصير فيه تغيير. طلعت الماكينه الانتخابيه؟ ايه طبعا، ماكينتكم الانتخابيه بالمناطق انطلقت؟ طبعا حتى بالجنوب وبالنبطيه وبعلبك؟ طبعا عندنا الماكينه الانتخابيه القوتيه تحضيرا للانتخابات النيابيه، انطلقت باجتماعاتها وبتحضيراتها، عندها اجتماعات مكثفه، صار عندها فريق عمل عم بتعبي النواقص اللي عندها اياه، ثغرات، وعم تنطلق من ما خضنا سابقا من انتخابات اخرها كانت انتخابات الفرعيه اللي اوصلتني انا نائب، واللي كان عندنا مكنه انتخابيه شهد لها من انه من انجح المكنات الانتخابيه. هاي الامور عم نطورها، وين نجحنا عم نزيد، وين
بعد عندنا نواقص عم نعمل. رح تكون مرشح بالولايه الجديده لمجلس هذا الحزب بيقرر بعد ما حسمها بعد ما ما في شيء يعني بعدنا ما دخلنا بهذا ما دخلتوا بالتفاصيل. دكتور فادي كرام بهالخلاصه وصلنا لختام حديثنا، شكرا جزيلا لحضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا للمشاهدين والى اللقاء غدا باذن الله.